السلام عليكم، معكم محمود من قناة ترو لايف، وحلقة من مدينة سوتشي الجميلة الرائعة الساحلية. احنا في شارع سيفيرنايا اوليتسا، والحقيقة احنا لسه الساعة 8 وشوية الصبح. بيعجبني قوي الناس اللي هي بتفتح بتوع المخبوزات والقهوة، ولو اني ما بحبش القهوة، بس الكافيهات، الناس اللي بتفتح بدري دي بيعجبني ان هم يعني رزقهم، الرزق بيتوزع في الصباح الباكر مبكرا زي ما انتوا عارفين. فالناس اللي هي بتبدأ مبكرا دي بيعجبوني جدا، ان هم حريصين وربنا بيرزقهم، واقف عليهم طوابير اهو ورايا اهو. محل جميل وكويس بتاع. المهم، في شوية معلومات مهمة كتير عايز اقولها لك النهاردة. اولا، اخيرا الفا بنك بيعذبني عشان الاقيه. بدور عليه كتير، لان هو مش منتشر قوي في كل المدن. يعني هتلاقي الفي تي بي، السبير بنك، هو اللي منتشر في كل المدن، لكن الفا بنك عزيز شوي، فلقيته الحمد لله. يعني تقعد تلف وتلاقيه جنبك. مثلا هنا في اوتيل دين، برضو من الاوتيلات الظريفه، انصحكم تجربوه، مش غالي قوي ونضيف، متوسط 3 نجوم ولا 4، المهم 3، لا 3 غالبا. المهم نخش الفا بنك. عايز اعرفكم بس على حاجه بسيطه جدا. اول حاجه قبل بس ما نسحب او نعمل اي حاجه، هنا المكنه زي ما قلت لكم الفا بنك بتحل لك مشكله الدولارات. فهنا من ستيم ممكن تودع بالروبل وبالدولار وباليورو، بينما سنيات يعني السحب بالروبل والدولار بس، مفيش يورو. وراها لكم تاني، السحب الايداع بالتلات عملات، السحب بعملتين بس، روبل او دولار. يعني ممكن تسحب كمان دولار من هنا. المكنه الثانيه شرح زي البنك، يعني ده تقريبا مش فرع، الله اعلم، ده يمكن يكون مقفول استراحه بتاع، لان فعلا انا مش شايف مكاتب حاجة، هي قاعات كده للجلوس والاسترخاء. المهم شكلها المكان الجميل ده هوريه لكم، بس المكان الجميل ده شكله مفتوح وقت ساعات العمل فقط، العمل تقعد وترتاح، او يمكن معمول للستاف. ان انا مش شايف بنك، انا شايف هو المكان ده بس زي ما انتم شايفين كده. في حد واحده جوه. طيب سيبنا من النقطة دي، نرجع بقى ايه لبقية المعلومات اللي عايز اقولها لحضرتك النهاردة. خليك معايا، انتظر. عادة الناس عارفة ان روسيا والعالم كله في نوعين من الكروت، ماستر كارد وفيزا. ده ليه مزايا وده ليه مزايا، وفي حسب البنك برضو ايه بيبقى عامل لك برنامج معين. في برضو من البنوك، قصدي من انواع الكروت جوه روسيا، اللي هو كارت مير. فكارت مير ده في تي بي، في تي بي طبعا، او في تي بي بيعمل مير زي بقية البنوك، زي الفا بنك، زي سبير بنك. فكارت مير لما بتيجي تسحب منه، لما بتيجي تسحب من كارت مير ده في مدينة اخرى غير المدينة اللي انت عايش فيها، بياخد منك رسوم. بينما يعني هي حسب الكارت برضو، في بعض الماستر كارد تيجي تسحب بيه في مدينة اخرى تلاقيه بياخد منك رسوم 50 روبل ولا حاجه، فانت تستغرب. وفي حتى روس كتير بيتخانقوا على الموضوع ده، يقول لهم هو سبير بنك فقير ولا حاجه، محتاج فلوس مننا علشان ياخد مني كوميشن اما اجي اسحب كل سحبه. يقولوا له ده البرنامج بتاع الكارت بتاع حضرتك. فعشان برضو ايه، الطلبه اما بيفتحوا كارت ويجوا يسحبوا بيه مثلا في مدينه ثانيه، يلاقوه بياخد منهم عموله او كوميشن. فتفهم ان لا، مش كل الكروت، في كروت بالذات الفيزا ما بتاخدش عليها اي عمولات، او ما بياخدوش عليها اي عمولات لما تيجي تسحب في مدن اخرى. فدي نقطه مهمه جدا. كارت مير، كل كروت مير اللي عندي منين ما اسحب في مدينه اخرى غير الكارت اللي طالع فيه في بيتر مثلا او في موسكو، ده الكارت اللي طالع فيه. اجي اسحب مثلا في كازان ولا في اوفا ولا في سماره، ياخد كوميشن. فدي حاجه معروفه عند الناس اللي هي بتتعامل مع البنوك كتير. في روس ما بيتعاملوش مع البنوك، في عرب ما بيتعاملوش مع البنوك كتير، او ما يعرفوش المعلومه دي. اديك عرفت المعلومه ان كارت مير حلو وكويس وعليه،
في ابلكيشن حتى بريلاجينيا بتنزلها وفي عروض وحاجات كويسه، ولكن بياخد عموله منك على السحب من الاي تي ام في كل سحبه 50 روبل. فهي دي بس ايه الفكره بتاعه كارت مير وماستر كارد وفيزا، بيبقى هو احسن حاجه، وبرده حسب برنامج الكارت بتاعك مولتي كارت ولا يعني حسب الايه البروجرام او البونص، او انت عامله مثلا بالمايلز ولا ايه نظامه ولا الشوبينج، بيبقى فيه برامج كتيره دي معظمها الكروت اللي عليها برامج دي ما بيبقاش عليها عموله ما تيجي تسحب بيها من الاي تي ام في اي مدينه في الار اف او راسيسكا فيدراتسي. دلوقتي احنا عندنا معلومه جديده كمان عايز اقولها لكم، خليكم معايا. لازلنا في شارع سيفرنايا. الناس اللي عايزة تفتح مشروع شاورما ويقولك كشك شاورما، طب لو انت معاك كاش كويس ليه مفكر على طول في كشك؟ في يعني في امثلة كتير، مش لازم في موسكو، في مدن اخرى فاتحة مش كشك، يعني هو مكان قد الكشك ولكن هو مكان ركن بارتيشن، ولكن ديزاين اهم حاجة، بيخطف العين، بياكل قوي مع الروس او الاوكران. لو انت عامل ديزاين حلو وجديد والوان بقى اسود اصفر بتاع حاجه فيها سماش كده الوان، اكيد هتشتغل كويس وهتبيع كويس. بس دي نقطه. طبعا القهوه انا ما بحبهاش وما بحبش حد يشتغل فيها، بس يعني لو هتشتغل في القهوه مثلا ممكن القهوه مع الشاورما مع بعض تكسب كويس جدا. الروس بيحبوا يشربوا قهوه على الصبح، ناس كتير بالذات العنصر النسائي. هوريكم برضو ايه الطابور ورايا والناس واقفة مستنيين ياخدوا حصة علف ولا حصة اكل ولا معرفش، يعني طابير صداع موجود في روسيا. المهم المعلومة الاخيرة بقى اللي هقولها في الحلقة النهاردة، موضوع الاقراض. الاقراض ناس كتير يقولك اخد قرض من بنك وبتاع ومراتي والقصة اللي انتوا عارفينها دي، لكن لا، في اقراض اللي هي بتلاقي مثلا الاقراض العقاري، انت عايز تشتري شقه، عايز تشتري عربيه ولا حاجه، فبتلاقي ان في مكاتب او ناس مكتوب عليها زايمه، فهتلاقي الناس دي بتمضيك على اوراق بسيطه جدا ويديك القرض اللي انت عايزه من غير ضمانات، من غير اي حاجه، والله بضمان عندك بيت، يعني بتبقى حاجات كده ايه، اجراءات بتختلف من مكان للتاني. في ناس من غير ضمانات خالص. بصوا اهو دول الناس الفاتحه برضه على الصبح، في الكلب المسكين ده، بيتزا مخبوزات، دي بيتزا مثلا 110 روبل، اسعار معقوله جدا، والسوسيس كب 55. الكلام ده بيبقى للافطار يعني. ايه تاني؟ فبقول لك الاقراض ده خطر. في ناس للاسف عرب بداوا يعرفوا القصه دي ويوصلوا لطريق ان هم ياخدوا قروض او فلوس ميسرة بالمكاتب دي اللي هي في الشارع كده، تلاقي مكتب ركن يقول لك زايمة، فتتخش يقول له انا عايز قرض، يقول لك عايزه ليه، عربية، مش عارف ايه. واحد منهم هنا هم موجودين في كل حتة في روسيا. فالمهم انت ممكن تمضي، وهو طبعا يقضيك لو انت ما دفعتش، ما ينفعش ان هو مكتب صغير ولا حاجة، لا انت بتكتب عقد منضبط جدا يعني. ده المشكلة، المصيبة ان بتلاقي مثلا ايه 1% في الشهر زيادة، فتلاقي نفسك على اخر السنة 12%، السنة التانية بقوا 24، وهي تراكمية، مش واحد بس، لا واحد على المبلغ اللي كان قبل الشهر اللي قبله، فاهمين ازاي؟ يعني كل شهر 1% ده على المبلغ اللي هو مثلا احنا 11%، فال1% اللي جاي على 11%، مش المبلغ الاصلي، مش 100%، فيبتدي المبلغ يزيد بشكل كبير جدا. في ناس بقى ايه عارف بيعملوها كنكته يعني، والدوله على فكره بتحذر، كلهم خلوا بالكم، بيبقى في عقود مكتوب 1% في اليوم، نسبه 1% فوائد في اليوم، فانت تلاقي يقول لك انا مطالبك بمبلغ كبير، تقول له ما اتفقناش على كده، يقول لك ازاي انت ماضي على العقد اهو، وانا قلت لك مش مشكلتي انك ما تعرفش روسي، لا انت بتعرف روسي شويه وفهمت الكلام كويس، بس هو ضللك او ما قال لك 1% بس، فانت دماغك على طول راحت 1% في الشهر، لكن هو 1% في اليوم. فبقول لك في اعلانات توعويه بتعملها الدوله علشان تقول لك يا جماعه خلوا بالكم، النصبيات دي مش نصبايه، هي بالقانون بصراحه يعني انت اللي ماضي والمفروض تقرا كويس، هي دي غلطتنا برضو ان احنا ما بنقراش العقود للاخر،
وهو بيبقى عايز يكروتك، يقول لك يمضي مش عايز الفلوس والا غير رايي، فانت طبعا تمضي وتجري، تفاجئ ان لبسنا في الحيط. وبكده كانت دي نهايه الحلقه. في نقطه بس عايز اضيفها، اليوريديسكي كونسلتاتس، في اماكن بتديك الاستشاره مجانا فعلا، فخلي بالك عشان في ناس الاستشاره معظم مكاتب المحامين بتبقى بفلوس، لكن معظم الناس المحترمه او المكاتب الكبيره المعتبره الاستشاره بتبقى مجانا. ان هو يقول لك الاستشاره معناها ايه؟ معناها ان انت تعرف القضيه بتاعتي دي كسبانه ولا لا، ببساطه شديده من غير تفاصيل. فلو كسبانه هيقول لك ماشي هناخدها، لو هناخدها هناخد كذا وهتاخد وقت كذا ومحتاجين ورق كذا، مش هناخدها يقول لك خلاص شكرا مش هاخد منك فلوس وبتاع، ويقول لك يا خسران فما تدفعش حاجه. لو كسبانه وانت عايز يعني تشتغل مع مكتب تاني براحتك بقى، ساعتها بيسيب لك الحريه، ما بياخدش منك فلوس طبعا، بس لو هتشتغل معاه ساعتها هياخد منك فلوس. بس الاستشاره هو يقول لك انا خلاص عارف لها مخرج كذا كذا كذا، القضيه كسبانه ان شاء الله، او مش كسبانه وتروح لحالك. وكانت هي دي حلقه النهارده، يا رب تكون المعلومات بتاعت النهارده مفيده لحضرتك. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نشوفكم على خير في عز الله، السلام عليكم.